أخبار اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومن والاه، وبعد فأرحب بحضراتكم في بداية هذا اللقاء مع كلام أبوكم وتخبر اليوم. انتشار الدجل في فضائيات الدنيا وقبل فضائيات الشوارع والحارات والمدن والقرى أصبح لا يخفى على أحد. والعجيب إن إحنا نؤمن، لو سألت أي مسلم في الدنيا كده بريبورتاج صغير وقلت له إيه رأيك في الدجل وكم عزل الله، إيه رأيك في الراجل اللي بقول لك أنا عالم روحاني وعندي حاجة اسمها قلب الحبيب، معرفش هيجلبه منين الدهية ده، يعني هو في الصين وهيجلب تجارة ولا هيعمل إيه ويفك السحر دي. كل ده ضلالات طبعا، لكن الأعجب منها إن لها زباين بلا حصر ولا عدد، وإلا ما قامت عليها قنوات فضائية تكلف ملايين، دي شغالة 24 ساعة، كل اللي فيها تشوف القناة كده وكالعالم اللي مش عارف إيه ولا عالم ولا إيه. طبعا ده أجهل من دابة، لا يمكن يكون في عالم يسلك هذا السبيل إلا واحد تعلم هذا العلم اللي هو علم النصب والاحتيال على الناس. خليني أتكلم بأسلوب جديد شوية وأسلوب مفهوش لا ذم حد ولا مدح حد، ولكن علمي أكثر. وأنا لما أقرأ الآية رقم 2 سورة فاطر على إيدك اليمين، لو مصحفك زي مصحفك، وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك يعني الله فلا مرسل له من بعده. احنا عندنا كلمتين يفتح ويمسك، مين بقى اللي هيفتح؟ ما يفتح الله، يفتح الله برحمة يعني واحد ينزل مطر، اثنين يدي السحة، ثلاثة راحة البال، ثلاثة إصلاح الحال، أربعة كل اللي انت شايفه، رحمة الدنيا دي كلها فوق وفي السماء رزقكم. معرفش الشيخ الفلاني ده هيهب بيه يطلع السماء ولا حي ولا ربنا بيطلعه على اللوح المحفوظ. القرآن هو عربي ومبين ومبين جدا، والكلام مش كلام انش ولا رأي شخصي. ما يفتح، خلي بالك، ما دي اسمها أم المبهمات. عارف يعني أم المبهمات؟ ايه المبهمات يعني؟ يعني ايه الألفاظ التي تدل على شيء غير معين، على شيء مبهم، يعني من أول التكة والإبرة الخياطة لغاية الصاروخ. دي تيجي بما لما تشوف ما في السكة كده قدامك، أي ما خلقها ربنا، أعرف أنها أم ألفاظ العموم والإبهام. ما يفتح الله للناس من رحمة صغيرة يعني أو كبيرة، في الدنيا يعني أو في الآخرة، كل ده يندرج تحت الميم ألف دايما. فلا ممسك، ده درس احنا بندرسه طول عمرنا، والدجال ده تلاقيه درس ولو قد أدبية، اسمها لا النافية للجنس. يعني ايه؟ يعني لما يقول لا ممسك لها يعني جنس الممسكين، مين اللي يقدر يمسك الحاجة؟ نبدأ من الأوسخ للأعلى. الدجال ما يقدرش يمسك، ادي أوسخ حاجة. العالم المحترم ما يقدرش يمسك، النبي الكريم ما يقدرش يمسك، الملك المقرب ما يقدرش يمسك. ادي معنى النفي للجنس، جنس الممسكين. يعني ما تقوليش فلا ممسك لها بس الملائكه تقدر تمسكها، ابدا. الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال وهم بامره يفعلون يعملون، يعني ما تعرفش، وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مش الملائكة اللي تفرط. في ملك مثلا موكل بالرزق، موكل بالريح، ملك موكل بالمطر، ملك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملائكة موكلين معهم تفويض، اعمل كذا، ما يقدرش يخالف أبدا، ولا له هوى، ولا له هوى. الملائكة ما تقدرش تحوش عنك رحمة ربنا هيديها لك.
ولو ربنا مسك من فوق لا ملائكة، نجيب بقى من الأنضف للأوحش، لا ملائكة ولا أنبياء ولا جن أزرق ولا جن أصفر ولا مخلوق ولا دجال يقدر يجيب لك اللي ربنا مسكه. ربنا هيحوش عنك حاجة مستحيل حد يجيبها لك. الآية دي من الاثنين في سورة فاطر فيها علاج الهبل ده كله، ان واحد يبقى ماشي في الحياة وهو مطمئن الى ان ربنا سبحانه وتعالى اذا فتح محدش يقدر يقف قدامه، واذا امسك وقبض محدش يقدر يفك ايده، ليس كمثله شيء، طبعا التعبير بلغة نفهمها. هو سبحانه وتعالى الغالب، شوف سورة يوسف على الشمال، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. حقيقة أنا بأقدم هذا اللقاء هدية لكل الناس مش بس المسلمين، لأن اتباع الدجل انحراف، لما يصيب الإنسانية بتبقى البلية خطيرة جدا، وبيبقى الشر كبير جدا، وبيبقى الفساد المتوقع بلا حدود. بلا حدود ليه؟ لأنه عن طريق الإيحاء، عن طريق التصديق، ممكن جدا الإنسان يقتل أقرب الناس إليه بأمر من الدجال. احنا عندنا دجل شائع اسمه تحت البيوت القديمة كنز، بنلاقي ناس متعلمين ومحترمين يروحوا يجيبوا حاجات غريبة، يمكن لو قال له اقتل ابنك هيقتله، لو قال له الجن عايز عيل صغير هيقتله ويبقى قاتل. ولا فيه كنز ولا فيه نيل، ولا احنا مأمورين بالبحث عن الكنوز في الارض، احنا مأمورين بالزراعه بالصناعه، لكن مش الحفر. احنا نحفر بيت ونوقعه على السكان الاصل هنا فيه دم فرعوني ودم نجس ودم قذر، وهات فوسفور وهات حليب اسود، كلام كله لا يدخل قلب ولا يدخل عقل. بعدين الضرر الاكبر اتباع الدجل الكفر بما انزل الله، ما فيهاش فساد. يعني عندنا حديثين اتنين يقطموا الظهر، اللي يروح لعراب بس لا تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد زيارة خفيفة يشرب معي الشاي وعارف ان الدجال عراب، واللي يصدقه يقول النبي في حديث تاني فقد كفر بما نزل على محمد. الغيب لله، الضر بيد الله، النفع بيد الله. وكما قلت لكم الآية التانية من سورة فاطر تعالج ذلك كله. وإلى الملتقى مع كلام مبروك وبركة، أخبار اليوم، أرجو لكم كل خير.